اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، ارحب فيكم مره اخرى في حلقه جديده من برنامجكم المميز دائما سبورت توك. زيارتنا كانت اليوم لنادي الكويت وفي لعبه مميزه شقيه الجيجيتسو. كان معانا اليوم ضيف هذه الحلقه الكابتن عبد الرحمن فرمن، نرحب فيك ونقول حياك الله معانا في برنامج سبورت توك. اهلا ومرحبا. الله يسلمك عبد الرحمن. نبي نسولف عن بداياتك في هذه اللعبة، وفي أي عمر دخلت هذه اللعبة وش كثر صار لك؟ طبعاً أنا بلشت سنة 2012 أيام ما كنت أدرس، طبعاً كنت أدرس برا. 2012 دخلت النادي. دخلت النادي هنا. طبعاً ما دخلت بالكويت، يعني كنت برا الكويت أدرس فدخلت هنا. يوم رجعت الكويت طبعاً ما كانت معروفة اللعبة. يعني تعبت على ما لقيت النادي، والحمد لله وصلت هذا النادي وما غيرته يعني من أول ما دشيت. ما شاء الله. أيوة. انا برجع معك شويه. أيه. انت كنت خارج الكويت. أيه نعم. ومارست اللعبه خارج الكويت. أيه نعم. في اي دوله بالضبط؟ بريطانيا. في بريطانيا. أيه نعم. شلون شفت اللعبه هناك في بريطانيا؟ منتشره، يعني انت تتكلم معدل كل اسبوع لكل اسبوعين في بطوله هناك. نعم. ف وكل نادي يعني في عدد كبير من اللاعبين ما شاء الله. يعني تدش النادي في عدد 30 40 50 لاعب وياك بنفس النادي. نعم. فالاحتكاك والتطور هناك سريع جدا، عكس اول ما جيت الكويت هنا يعني كان عدد اللاعبين تعدى 12 13 14 شخص بس بالنادي. هذا اللي موجود. ايش كثر المده اللي مارس فيها في بريطانيا؟ من 2012 ل 2014 طبعا، بس كملت انا كل سنه اروح بريطانيا واروح حق نفس النادي ما صار. اي نعم. بدايتك كانت في اي سنه هنا في الكويت؟ من 2012، من اول ما رجعت. يعني أول ما رجعت لما يكون عندي بريك ارجع هنا على طول. كملت مارسك لهذه اللعبه. شو تشوف يعني بالكويت بداية؟ قلت أنت إنه ما في اهتمام أو ما في لاعبين كانوا كثر. طبعًا طبعًا أول ما رجعنا الكويت مثل ما تفضل مثل اللاعب اللي قبل محمد علي قال إنه في كل سنتين أو كل سنة يمكن بس بطولة واحدة. الحين معدل 3-4 بطولات بالسنة. قاعد كل ما نبي بطولة راح نشوف الدول اليمنى وشنو في بطولة، طبعًا على حسب قدرتك المادية. سافرت قدرت تروح رحت، ما قدرت تقعد بالكويت وتتمرن تطمح انك تروح حق اي بطوله موجوده. ما شاء الله. شاركت مع المنتخب في بطولات خارجيه؟ شاركنا غرب اسيا بلبنان. نعم. كانت قبل يمكن سنتين او ثلاث سنوات اعتقد، حصلت على الفضيه. ما شاء الله. ايوه. طبعا احنا دائما احنا نطمح لان نبي الدعم زياده، نبي الرياضه باختصار، نبي الرياضه ترجع بس ما نبي شيء. ان شاء الله راجع الرياضه ان شاء الله. امين يا رب. أهلها وفيكم إن شاء الله. الرياضة بترجع إن شاء الله في المحافل الدولية. أنت طبعا شاركت محليا وأيضا شاركت دوليا، أبرز الإنجازات المحلية وأبرز الإنجازات الدولية شنو كانت؟ المحلية طبعا كانت في بطولة الكويت هالسنة صارت، وخذيت بالوزن المفتوح ذهبية. هذا على المستوى المحلي. وكان في قبل أسبوعين طبعا بطولة هني بالكويت اللي يسمونها السوبر فايت، لاعب ضد لاعب من اي نادي يكون، والحمد لله حصلت على الذهبيه في هذه البطوله. هذه ابرز انجازات على واخر فتره كانت. وابرز بطولات خارجيه كانت موجوده بصراحه اللي حسيت انها صدق كانت صعبه، اللي هي بطوله لبنان، بطوله اسيا بلبنان. هذه كانت شوي من البطولات الصعبه والحمد لله ان حصلت فيها الفضيه. مشاركين فيها منتخبات قويه. نعم. مثلا عندك منتخب ايران موجود، لبنان موجود، وايد دول موجوده كانت. يعني كانت الفايتات شويه صعبه موجوده. المنتخبات هذه من ابرز المنتخبات على مستوى المنطقه، صارت الحين من ابرز المنتخبات اللي موجوده، قامت تنتشر اللعبه بشكل كبير بكل مكان، اي دوله تسافر موجوده هذه اللعبه. نعم. وطبعا في مشاركتك في هذه البطوله كان لبنان فريق قوي، ايران فريق قوي، الكويت شلون كان مستوى؟ مستوى الكويت كان وايد ممتاز. عندنا ما شاء الله محمد علي حصل على ما اذكر ذهبيه، ناصر القطان ذهبيه في نفس الوزن، وانا فضيه، و انسى من اعتقد 4 أو 5 ميداليات حصلنا. ما شاء الله. اي والله ان شاء الله اكثر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. من خلال لعبتك اللي هي لعبه الجيجيتسو مع باقي الالعاب الفنون القتاليه، وين تشوف مكان الجيجيتسو؟ إذا بتكلم قبل 3-4 سنوات بقول لك مو موجودة، يعني مو لهالدرجة قوية اللعبة. اليوم ألعاب ثانية من برا هم قاعدين ينتقلون يجون عندنا، مثال من الكيوكشن، من المويتاي،
اشوف بين فتره وفتره يزيد عدد اللاعبين عندنا، بس الاكثر يكون عنده خلفيه من لعبه ثانيه ويدش عندنا، سواء من الجودو، من المصارعه، من الماي تاي، من الكيكيو، من الكيوكشن. نعم. يجون يحولون عندنا لانها بدات تبرز وبطولاتها كثرت، ويعطيهم العافيه المنظمات الموجوده بالكويت اللي قاعد تسوي لنا هذه البطولات. نعم. نتمنى من البطولات حكوميه زياده تكون زياده ان شاء الله. بتكون زياده. ابرز الملامح للعبه جيجيتسو عن باقي الالعاب، شو اللي يفرق منها او شنو الابرز فيها؟ لا شوف، انا اعتبرها انها من اللعبات الجديده اللي موجوده بالكويت، فقاعد تلفت النظر بشكل كبير. الكوميونتي مالها حلو، ننتقل من نادي لنادي، كل النوادي ربعنا، ننتقل اتمرن في ذاك النادي وارجع بالنادي الثاني اتمرن عندهم. بطولات فيها تحدي كبير موجود بالكويت، عدد اللاعبين قاعد يزيد، فهذا من يعني من هالاشياء اللي قاعد تخلينا صدقنا بنشارك بطوله الكويت. بطوله الكويت ما مو بطوله سهله صارت. نعم. بطوله قويه. تقول اللاعبين قاعد يزيدون والاقبال عليها كبير. الجمهور شلون تشوف الجمهور؟ قاعد يزيد ايضا، يزيد. قاعد يحب اللعبه. ايه. وقاعد يزيد وقاعد يتابع هاللعبه هذه. يتابع. يحضرون البطولات. يحضرون البطولات بشكل كبير. شنو نوع الجمهور؟ طبعا انت من صغار، من بنات، من شباب، الكل يحضر. خصوصا الحين عندنا لاعبات من الكويت يعني قاعد يلعبون، توهم بلشوا من نوادي ثانيه، في بنات قاعد يلعبون. نعم. بس على ما يطلعون قاعد يبي لهم ايش؟ هي اللعبه تعتبر صعبه شوي عشان تترقب الحزام وعشان تطور فيها مستواك. دام ذكرت موضوع الحزام، كم حزام عشان تكون انت وصلت المستوى؟ طبعا في الابيض والازرق والبنفسجي والادعم والاسود. خمسة حزمة. نعم. طبعا الرينج بالوقت انت قاعد تتكلم، في ناس خذتها بسبع سنوات، بس الاغلب ياخذه 8-9-10 سنوات لين يوصل الاسود، يعني تعتبر من اللعبات الصعبه مثل ما تشوف. تشوفها اعلاميا اللعبه؟ لا مو زينه كلش صراحه، يعني مو مسلطين الضوء عليها وايد. اخر فتره قمنا نشوف، والله في ناس قامت تصور، الحين الحمد لله موجوده، يعني موجود اذا تعرف احد يقول له تعال صور وكذي، انستغرام موجود، السوشيال ميديا عموما كلها موجوده، فقاعد تبرزنا زياده وزياده. وخارج الكويت شلون تشوف؟ خارج الكويت مثال عندك الامارات كل اسبوعين بطوله، كل اسبوع كل اسبوعين بطوله الحين، وعلى تلفزيونهم الضوء الرياضيه موجود. هذا الشيء يعني اعلاميا مسلطين ضوء عليها جدا. لو انك ما لعبت جيجيتسو شنو تبي تلعب؟ من فنون قتاليه او اي رياضه ثانيه؟ طبعا انا اساسا كنت لاعب سباحه، منتخب الكويت سباحه ما شاء الله. وغيرت وقلت لا انا ما راح اوخر عن الماي، انا ابي نفسي، رحت كره ماي، انا منتخب الكويت كره ماي. ما شاء الله. طلعت برا لا، شفت الجيتسو تركت كل شيء لهالدرجه، اقول لك ما قدرت اصلا اثبت على نفس اللعبه، غيرت غيرت زينه وحلوه حلوه وكل شيء، بس اللي جرب هاللعبه ما يطلع. راح نجرب اللعبه ان شاء الله. ان شاء الله نكمل وياكم المسيره ان شاء الله. حياك الله. الله يحييك. حققت المطلوب اللي براسك؟ يعني انت تركت كره الماي حقق او السباحه بشكل عام، طلعت اللي بجبدك في السباحه ولا تركتها وانت الحين بعد عندك اكثر؟ ما ادري بالسباحه يعني اوكي حصلت على الانجازات، بطولات خليج وحصلت عليها، بكره الماي كان عندنا بطولات اسيا فضيه الحمد لله، يعني حققنا انجازات، بس لما تكون مثل بلعبه الفنون القتاليه تشوف فيها التحدي اصعب زياده، وهنا خصوصا ان كل شيء انت تدفع من عندك، انت قاعد تدفع عشان تلعب شيء انت تحبه. نعم. يعني قاعد ادفع انا حق كل شيء، حق هني وادفع حق نوادي برا عشان اطور من مستواي، من اللياقه البدنيه زياده ومن القوه زياده، فادفع حق ناديين لثلاث نوادي يعني. واحد واللعبه في الفنون القتاليه فاكيد فيها اصابات، فانا احتاج دكتور، فانا ادفع حق الدكاتره بعد برا عشان يعالجوني، فجدا مكلفه من اللعبه، فعشان كذا تشوفني ادفع دم قلبي بس عشان العب اللعبه. شنو محتاجين عشان نطورها اكثر اللعبه محليا؟ بكل شيء. نبي نطور لعبه الجوجيتسو، نبيها تكون حال الالعاب الواجهه، يعني يكون في فريق طبي موجود عندنا. نبي المدربين الحمد لله موجودين، بس نحتاج دعم اعلامي، نحتاج دعم مادي، البطولات اللي قاعد نشاركها والمعسكرات اللي قاعد نروحها كلها على حسابنا. طبعا اللي يقدر واللي ما يقدر، الاغلب ما يقدر انه يروح كل مره على حسابه ويشارك برا. هي تكلفه كبيره عليه. في ناس قاعد تسافر لندن يومين ثلاثة ايام وترجع بس عشان تشارك بطوله وترجع. على حسابه. على حسابه. كل شيء على حسابه. واجازات الدوام. وعلى حسابه. كل شيء يعني. كل شيء. كأنه رايح هو. ليش؟ لانه يحب هذا الشيء وعشان يرفع علم ديرته.
أنا شاكر لك طبعاً على سعة صدرك وهذه الروح الطيبة، ولكن ثق بالله أن إن شاء الله الرياضة بترد ولعبة الجوجيتسو إن شاء الله بتكون من الألعاب المنتشرة إعلامياً وأيضاً منتشرة دولياً من الكويت طبعاً أو فريق كويتي اللي راح يشارك في البطولات الخارجية. آمين يا رب. كل شكر لك على وجودك معنا في هذا برنامج سبورت توك، ونشوفك إن شاء الله في برنامج ثاني إن شاء الله ولقاءات ثانية. يعطيك العافية، مشكورين وما قصرت. الله يعافيك وتسلم، وشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لحلقة برنامج سبورت توك مع عبد الرحمن فرمن نجم نادي الكويت والمنتخب الوطني للعبة الجيجيتسو. نشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى في أمان الله.